وليه يا استاذ؟ شيل الدبابه اللي في ايدك دي. ايه رايك يا بكري؟ انا عايز اغير النظام، عايز اعمل يعني الصالون لوحده واوضه النوم لوحدي. ليه؟ ناوي تبني يا استاذ؟ لا، هركب حيطان جاهزه. شيل شيل معايا شيل. طب ما تتجوز اسهل يا استاذ. اتجوز؟ ده انا مش هنام في عنبر، انام في الحوش في اوضه الفران، ولا اعمل العمله دي. اسمع بكري، هو الواحد بيتسلى في البلد ازاي؟ تسمع الراديو. وغير الراديو؟ الناس بتسهر ساعة ولا ساعتين يحكوا حكايات. حكايات؟ طب غير الحكايات؟ تنام وتحلم. وغير النوم والأحلام؟ مفيش بقى غير شلة فزدانة، الدكتور بتاع المستشفى، ومستوظف في الجمرك، على كام واحد تاني. والشلة المفسودة دي بتعمل ايه؟ ربنا يبعدك عنهم يا ولدي، دول ملهمش شغلانة غير لعب القمار. وما قلتش كده ليه من الصبح؟ بقول لك يا عم بكري، الاقيش معاك 5 جنيه سلف؟ معاي. ربنا بيحبنا. الاستاذ هاني حلم حل الدكتور طارق. الدكتور الظاهر عليها جارنا خلاص، محدش شاف وشه ليله امبارح ولا الليله دي. اصله اتجوز. معقوله؟ لا، اللي احسن مننا. وزاره الصحه نقلت له بنت دكتوره زي القمر، عايزينه يسيبها ويجي يمقق عليه في ورق الكوتشينه. قوم شوف مين يا فاروق. مساء الخير. مساء النور. اهلا. ده احنا قلنا انك اتجوزت يا دكتور ومحدش هيشوف وشك بعد كده. مبروك عليك يا دكتور. مش تعرفونا الاول بالوجه الجديد ده؟ الاستاذ هاني مدرس، اتنقل هنا امبارح بس. يا اهلا. اهلا وسهلا. اكيد حظك هيتغير يا دكتور. ما هو سعيد بالحب، تعيس باللعب. بلاش نافع وحتابوك. دي دكتوره عقد ومناخيرها فوق. لكن انا محدش يعصلك معايا، كل حاله عندي ولها عليك. حضرتها غاويه بحر، بكره لما تزهق من البحر مش هتلاقي غيري. الراجل مين اللي عليه؟